مرحبا بيوم جديد وحلقة جديدة عم نترافق نحن وانتو لنواكب آخر التطورات على الساحة الفنية. بعيدا عن مسارح بيروت النشيطة، عم نشوف جورج خباز وعادل كرم بمؤتمر صحفي لإطلاق مسرحية خيال صحراء يلي عم تنعرض بواحد 8 ولمدة شهر كامل. نعرف جورج ببداياته عن طريق المسرح وقدم أكثر من 7 مسرحيات، كتب بعضها ولعب دور البطل ضمنها. واليوم من جديد عم يستعيد جورج حضوره المسرحي بعد ما رجع قبل 2 للدراما التلفزيونية بمسلسل براندو الشرق والنار بالنار. صرح منتج المسرحية وقال المسرحية بتشبه صانع ومؤلف هذا العمل المبدع جورج خباز، وأضاف هذا المشروع بيشبه أيضا عادل كرم يلي بتجمعني فيه صلة القرابة وصلة العمل المشترك يلي رسم مسيرتنا سوا. صرح جورج وقال بلشت كتابة النص المسرحي عام 2020 بوقت كوفيد-19، وبعده مرينا بظروف صعبة من أزمة اقتصادية لتفجير المرفأ وتم تأجيل هذا العمل، ولكن اليوم نحن جاهزين وانطلقنا. نادر الأتات عم يطرح غنية يا قلب أمك بهي الكلمات: بصوت قلب كل أم بقدم لكم يا قلب أمك، أصدق وأحن وأحلى ما غنيت، الحب بيبقى بدياركم والله يفرح كل أم بولادها. بهي الكلمات أعلن نادر الأتات عن صدور غنيته الجديدة المخصصة للأعراس يلي بتحمل عنوان يا قلب أمك عبر المنصات الموسيقية وقناته الرسمية بيوتيوب. الغنية من كلمات وألحان فارس اسكندر وتوزيع علي ذهب. قدم نادر هذا المسج من خلال غنيته بطريقة مختلفة عن أغاني الأعراس يلي بنسمعها بكل عرس، وحب يتميز بهذا الأسلوب والطريقة. بالأكيد تفاعل الجمهور مع نادر والغنية على مواقع التواصل الاجتماعي وأعجبوا فيها. خلونا نروح نسمع يا قلب أمك ونرجع لتالي أخبارنا. أصلاً حلياً هذا عنوان غنية سعد رمضان بالمصري والعراقي، والجمهور عم يهديها وعم بيقول له أنت كمان حلياً. أطلق سعد رمضان غنية سنجل جديدة بعنوان أصلاً حلياً على جميع المنصات الموسيقية يلي صورها على طريقة الفيديو كليب تحت إشراف المخرج وليد نصيف يلي مزج بين الذكاء الاصطناعي والواقع كخطوة جديدة واستباقية بالوسط. تعاون رمضان بالغنية مع الشاعر الغنائي كرار الحلفي والملحن سائر حازم والموزع لؤي عامر. على سيرة كلمات الغنية يلي بتقول أنت حلياً، نهلت التعليقات لسعد وعبرت الناس عن إعجابها بشكل وأداء سعد المختلف عن بقية الأغاني، وحصل على أكبر هاشتاج أنت حلياً. وهيك بكون وصلت لآخر خبر بحلقة اليوم. شوفكن أنا إن شاء الله بيوم وحلقة جديدة تحمل معها كل الأخبار الفنية وكل شي تريند تصدر السوشيال ميديا بال24 ساعة الماضية. ومن هون لوقتها ضلكم بألف خير.